زميلتنا الكريمة، أسعد الله صباحك بكل خير. نرحب فيك ونحييك في مهنتك السامية، المهنة الإنسانية، مهنة التعليم، مهنة الإنسان الذي يبني مستقبل لطلاب وهو يعلم أنه قد لا يكون حاضره. أنت معلمة ناجحة، معلمة ناجحة، ونوقن بأنك تعملين ليس فقط للنجاح وإنما أيضا للتفوق. ومن مؤشرات هذا النجاح الذي لديك أنك تستخدمين الحب مصدرا للسلطات، فلا سلطة في الغرفة الصفية إلا سلطة الحب مع الطالب، وأنك تحضرين درسك، من الواضح أنك تحضرين درسك وتحضرين الأدوات اللازمة والوسائل اللازمة التعليمية قبل دخول الحصة الصفية حتى تستثمرينها أكبر استثمار مع طلابك. لقد أحسنت حين استخدمت التعلم الناشط والتعلم باللعب، وأشركت أكبر عدد ممكن من الطلاب إن لم يكن جميعهم في بناء المفهوم الذي أردت توصيله لطلابك. ولقد أبدعت أيضا عندما قمت بالتقويم المستمر للعملية التعلمية التعليمية، فكان لك تقويما قبل الدرس وهو تقويم لتعرف مستوى طلابك الذي يجب أن تبدأي منه، وكان لك تقويم أثناء الحصة الصفية لتضمني سير العملية التعليمية وأن ما قمت به من بناء المفهوم قد وصل في مكانه الطبيعي وكما تريدين، حققت أهدافك. وأيضا بعد العملية التعليمية قدمت تقويما لتضمني استمرار بقاء المفهوم بل وتعزيزه والبناء عليه. إن طلابنا الذين نقدم لهم كل ما نملك من علم وأدبيات ومبادئ وطنية ومهنية لهم أغلى ما نملك، لأنهم هم المستقبل الذي قد لا نكون حاضره. وفقنا الله جميعا لما فيه خير العملية التعليمية، وحفظ لنا رسالتنا التربوية وجعلها الوارثة منا، والله يسعد صباحكم. الأستاذ أحمد فتحي. الأستاذ أحمد فتحي نقيب المعلمين السابق وله باع طويل في عمليات التدريس. سؤالنا المباشر حتى يكون أكثر وضوحا، ماذا على المعلم أو المعلمة أن تعمل حتى تكون معلمة مميزة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، بدنا تختصر. واحد، أولا يجب أن تحترم عقل الطالب. ما في عندنا طالب صغير وطالب كبير، عندنا طالب يملك عقل ويجب قراءة هذا العقل قراءة متأنية، وأن نصبر في أغواره. اثنين، يجب تحضير الدرس وإعداد الدرس، لا يتوقف على أنه الدرس صعب ولا سهل، دائما الإعداد الذهني والأدوات قبل دخول الحصة الصفية مهم جدا قبل أن ندخل هذه الحصة الصفية نكون جاهزين. ثلاث، أن نستعد للتعامل مع نفسيات هذول الطلاب. إذا أنت بتدرس 20 طالب، العشرين هذول أجوا من بيوت مختلفة وظروف مختلفة، يجب أن لا نفترض أنهم كلهم نفس النفسية ونفس الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن هاي الفوارق نعمل على تذويبها في داخل الحصة الصفية. أما لازم نعرف أنهم هذول ما أجوا من ظروف واحدة لكنهم رايحين لمستقبل واحد. يعني خلينا نكون بشكل أدق، معلمات التأسيس اللي هي مرحلة الروضة والأول والثاني وممكن الثالث، ومع أزمة كورونا وجدنا أنه في ناس يعني تراجعوا ولم يؤسسوا بشكل. أنت تحدثت على التعلم الناشط، توضح لنا أكثر عن التعلم الناشط. يعني خلينا نحكي ركنين له، الحب واللعب. اللعب كيف بده يكون؟ يعني مثلا أنا إذا بدي أوصل الليمون إيش تبدأ بأي حرف؟ الممتاز الليمون، يلا نشوف عضلات إيدك.
اقوى اقوى يا مس. الليمون يا مس مفيد لايش؟ للرشح، للانفلونزا. هلا بهاي يعني مثلا انا اذا بدي اوصل له مفهوم، مثلا الطالب في الروضه بدي اعلمه رقم 2، ممكن نخلي الطلاب بيصفوا بطريقه معينه انه يقرا رقم 2، نخلي واحد في مكان شوي مرتفع بسيط نعم يشوف المنظر التساوي يعني كل شيء كل شيء ممكن القفز القفز الامن القفز الامن لانه اللعبه بطل. هلا بدنا نعد ايش؟ واحدك يعني واحد كل مره بضيف ايش؟ على اي منزله؟ برافو عليك. الرقم اللي عندي شو مكتوب؟ 301. يلا يا بطل ضيف لي واحد. 361 شو صارت بعدين؟ برافو يلا اقفز. 362 ماذا اصبحت؟ 363. برافو احسنت. هيا اقفز. ابدعت. القفز الامن القفز الامن لانه اللعبه لانه اللعبه اذا ما لازم تحمل وسائل الامان للطلاب، يعني مثلا اذا تحركوا بطريقه انه واحد ممكن يتفش الثاني او كذا لا خطا. قفز امن لعب امن قفز امن وسائل امنه كرات رسم المسابقات. طب تكرار الشيء هذا يغرس المعلومه في لدى الطلاب مع تنوع وسائل اللعب تنوع وسائل اللعب هذا بالنسبة أنت حكيت للرياضيات الأول لا لكل المواد كل هي التلقي والحفظ اللي بصم هذا ينتهي حيث يبدأ لا تنصح به لا أعوذ بالله لا ينتهي حيث يبدأ حتى ترسخ المعلومة. اليوم عندنا حرف الام صوته اسمه ميم وصوته ام بكرروها عدة مرات هذا ما في مشكلة على شكل هذا ما في مشكلة لا على شكل اغنية على شكل لعب هذا كويس فرق بين احكي له يعني يكون فيه هو مشارك ومتحمس ويكون الصوت انت منزعج منه وانا طيب مستمتع فيه لكن عندنا بستعمله المعلم الصغير كويس المعلم الصغير بتعلمه القيادة لكن على أن لا ترسخ إنه هذا الطالب هو اللي دائما معلم صغير كل الطلاب كل الطلاب شيء ممتاز كويس تنصح بهذا طبعا أساليب جديدة مشابهة لهاي برأيك هيك مباشر نحكيها حتى يكون تميز لمعلماتنا في الوطن العربي وليس على مستوى المدرسة العربية الوطنية إحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير منذ أن تسلمت الإشراف عنا يعني جابت نتيجة ولكن احنا خلينا ننفع الوطن العربي بشكل عام الامهات اللي في الدول الغربيه بيبعثوا لنا على مواقع التواصل انه بدهم مساعده حتى يحفظوا اولادهم او ابنائهم اللغه العربيه الام تبعتهم شو نصائحك له؟ هذا ليرنينج باي دوينج بالممارسه يعني اذا بدك تتعلم اي لغه اي لغه بدك تتعايش معها تعايش يعني هم عايشين بالدول لا هي بتتكلم معهم يعني وهي بتحكي لهم هذا بن بتحكي لهم هذا قلم يعني تمسكه هم عارفين انه بن بس لما تحكي انه هذا قلم هو بصير يربط يعني لو حضروا الفيديوهات اللي بنبثها على مواقع بتساعد 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 للبدء للبدء لكن للتأسيس للتأسيس بس بعد هيك شو محتاجين ممارسة لأن تعرف يحكوا معهم بالعربي في البيت طبعا طبعا كثير من الناس اللي لها أكثر من لغة يعني في ناس بقول لي أنا متجوز أجنبية ما هي ما بتعرف عربي كيف بدي أطلع أولادي يعرفوا عربي شوف كل شيء التعليم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم يعني ما في شيء بيجي مرة واحدة يا أقصى اليمين يا أقصى الشمال أهم شغلة إنك تقترب من هدفك وتحقق كل يوم إنجاز فمجرد إنك بدأت رح تصير تشوف الأمور بتتحلحل لكن إنه أنا أظلني بعيد بقول بدي أوصل لمكان أنا ما بتحرك له مش رح أوصل له لكن تحرك إنه بالممارسة شوي شوي طيب هاي الحلقة الأولى أستاذ أحمد فتحي إن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله ضمن سلسلة حلقات لمخاطبة المعلمات إن شاء الله للتميز حتى يتميزن
إن شاء الله في عمليات التعليم والتدريس إن شاء الله. ولمخاطبة اللي بالغرب لأنه كتير بيبعتوا لنا حتى نسوي لهم برنامج مثلا. أنا بدي أشكرك على كلمة متميز، لأنه إحنا مؤمنين أنه معلمينا أقوياء وأشداء وما شاء الله عنهم في علمهم. طب عملية الضبط ما تطرقت لها أستاذ؟ ما هو هذا تلقائيا هو وسائل الضبط، لما تشغل الطالب وتشركه في البناء ويكون جزء من مسؤوليته، مسؤول في جزئيات من العمل له دور، بصير زي اللاعب في الملعب، ما حدا بقول له تحكيش، ما حدا بقول له تتكلمش، معروف شو دوره، هذا جناح أيمن، هذا جناح أيسر، هذا مهاجم، هذا مدافع. أما بفوتوا عارفين أدوارهم فيتكاملوا، فتصبح عملية الضبط تلقائية طبيعية. الناس لما بتمشي حتى في الشارع على القانون وعلى النظام وعلى الضوابط معينة، ما حدا بيقول للثاني خلص، تمشي الأمور كلها طبيعية. لا نريد ضبط بمعنى أنه قصري، بدنا الضبط اللي بينتجه التعليم الفعلي الناشط اللعب، يعني بيكون في نوع من الأريحية في العمل، يجمع بين الفائدة والمتعة. طالب شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية مدارس العربية. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية، نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلات.